السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تانية ثانوي. معكم مستر محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع مستر محمد شعبان. لو أنت ما في القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت ما في القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها تانية ثانوي الترم الثاني، هتلاقي فيها الفيديوهات بالترتيب ورا بعضها من أول الكلمات ثم شرح القواعد على السبورة ثم حل التمارين والامتحانات. مش هتبقى محتاج لأي حاجة إن شاء الله. النهاردة يا شباب ميعادنا مع حل الأربع امتحانات اللي على الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. هنحل الأول 3 امتحانات على الدرس الثالث، وبعد كده هنحل امتحان شامل على الوحدة الثالثة بالكامل. وقبل ما نخش على حل الامتحانات، كنا سيبنا ايه الفيديو اللي فات، سيبنا سؤال المقالي اللي قبل الامتحان على طول. هنحله الأول مع بعض عشان في طلبة محتاجاه، وبعد كده نخش على حل الامتحانات. اول سؤال عندي بيقول ايه؟ سالو، مرحبا، تو فا لا فيت اكلير، انت سوف تذهب. خلي بالك وانت بتحل السؤال المقالي سواء الايميل او الموضوع، خلي بالك من الازمنه بتاعت الكلام انت، وبعدين فا الي. فا الي يعني مستقبل، فيرب الي متصرف وبعده فيرب الي في المصدر. انت سوف تذهب الى الحفله في اي ساعه؟ انت سوف تذهب الى الحفله في اي ساعه؟ ده اول سؤال، تمام. تاني سؤال بيقول ايه؟ كيسكو يعني ماذا، تو فا بورتي انت سوف ترتدي، كوم فيتمو كملابس، هتلبس ايه كملابس؟ كال اكسسوار تو فا بورتي، اي اكسسوارات انت سوف ترتدي. ابلوس، الى اللقاء. تعال بقى نجاوب على سؤال كده مع بعض. بيقول لك في اي ساعه انت سوف تذهب الى الحفله، هجاوب في نفس زمن الجمله، هقول انا سوف اذهب الى الحفله الساعه كذا، تمام. طيب هنا عندي تو فا الي الا فيت، تمام. هاخد ديت الجمله ديت اكتبها تحت، بس هغير الضمير وتصريف الفعل، بس هقول جو في علي الافت مثلا ويتير الساعه 8، انا سوف اذهب الى الحفله الساعه 8. بس كده انا جاوبت على السؤال الاولاني بجمله كامله، وخدت يعتبر 3 ارباع الجمله من السؤال نفسه. طيب تاني سؤال بيقول ايه؟ ماذا انت سوف ترتدي؟ هقول ايه؟ جو في بورتي ان جين اي ان تيشيرت، بنطلون جينز وتيشيرت، تمام. برضو باخد الجمله من اللي فوق وغير ضمير الفاعل والفعل بس. تالت سؤال بيقول كيل اكسسوار تو فابورتي، اي اكسسوارات انت سوف ترتدي؟ هقول جو في بورتي مثلا ان سانتير، هلبس حزام ان مونتر وساعه. بس كده انا خلصت، وقت في الاخر هنا ابليس. تاني ايميل يا شباب بيقول سالو، او تو فاسسوار، اين انت تذهب هذا المساء؟ افيك كي، مع مين؟ تو فا انت تذهب، اي كيسك تو فا فير، وماذا انت سوف تفعل؟ او ريفوار، اين انت تذهب هذا المساء؟ هقول هقول جو في جو في او سينما، انا سوف اذهب، انا اذهب الى السينما. تاني سؤال بيقول افيك كي، هقول جو في افيك مونامي علي، مع صديقي علي. تالت سؤال بيقول ماذا انت سوف تفعل؟ هقول جو في ريجاردي، هنا بقى هغير الفعل مش هحطه زي ما هو، هقول جو في ريجاردي، انا سوف اشاهد ان فيلم. بس كده خلاص، او ريفوار. السؤال بتاع الموضوع يا شباب بيقول لي اكتب من 25 ل 30 كلمه في كل موضوع مستخدما العناصر المعطاه. طيب بيقول لي ايه؟ ديكري، ديكري يعني اوصف، سكو ماذا، تو بورت انت ترتدي، بور علي اوليسي لكي تذهب الى المدرسه، اوكليب والى النادي، اوريسترو الى المطعم، اي الا بلاج والى البلاج. يبقى هنا مديك عايزك تقول انت بتلبس ايه وانت رايح المدرسه او النادي او المطعم او البلاج، مديك 4 اماكن وهتقول انت بتلبس ايه وانت رايح الاماكن دي، سواء كان الاحذيه والاكسسوارات والملابس، تمام يا شباب. طيب هنزل لك اجابته ان شاء الله دلوقتي. اكري سير سيكوتو فافير لو ويكوند برشا، اكتب حول ماذا انت سوف تفعل يوم العطله بروشا القادم، هتعمل ايه يوم العطله القادم، الاماكن والانشطه اللي انت هتعملها. وبرضه هنزل لكم ان شاء الله اجابته دلوقتي، ولاحظ ان السؤال في زمن المستقبل، يبقى زمن، يبقى الاجابه هتبقى في زمن المستقبل. بعد كده يا شباب اول امتحان عندنا على الدرس الثالث بيقول ايه؟ لامير بتقول ايه لكاميليا؟ بتقول لها كيلفيت موتو فابورتي بور لافيت سكولير، اي ملابس انت سوف ترتدي لحفله المدرسه. جو في بورتي لا جيب نوار، انا هلبس الجيبه السوداء والبلوزه البيضاء. السوتري سيري هم ضيقين جدا. بورت لا جيب، هنا بورت ارتدي البسي، لا جيب مارو اي لو بلوزون روج، البسي الجيبه البني والبلوزه الحمراء.
كامل. قالت لها ده كور ماما. ماشي يا ماما، جوفي لي بورتي، انا سوف البسهم. سيسي بير كامل، انهم رائعين يا كاميليا. كاميل فاس استي اه، يعني كاميل سوف تحضر ايه؟ اسستي يعني تحضر. هتحضر ايه؟ حفله في المدرسه. ان فيت اليكول. كاميل فا متر ان بلوزو، هتلبس بلوزو ايه؟ هتلبس بلوزو روج حمراء. لا جيب نوار دي كاميل ايه؟ الجيبه السوداء بتاعت كاميليا تكون تريسيري ضيقه جدا. بور لا مير بالنسبه للام، لو بلوزو روج، البلوزه الحمراء. سي سامبا، انها لطيفه. تاني وثيقة عندي يا شباب بتقول ايه؟ ريجارد دانسو ماجازا. انا بتقول ايه؟ ريجارد دانسو ماجازا، يعني بص في هذا المحل مجازين. اليا ان انونس، يوجد اعلان بور بارتيسيبي ان ان ديفيلي دي مود، للمشاركه في. بارتيسيبي يعني يشارك في، ديفيلي دي مود يعني عرض ازياء، بروم فام انفو، للرجال والسيدات والاطفال. كون دي سي ديفيلي، متى يكون هذا العرض؟ جودي برشا، الخميس القادم. سيبيا، رائع. جي دي روب اوريجينال، انا عندي فساتين جميله. موا اوسي، انا ايضا. جي ان بيل روب بور بارتيسيبي، انا عندي فستان جميل للمشاركه. بور بارتيسيبي، بور يعني لكي، بارتيسيبي يشارك. مارين قالت ايه؟ مي اكالير فا اتر سو ديفيلي، في اي ساعه سوف يكون هذا العرض؟ اوي تير دو سوار، الساعه 8 مساء. بون، حسنا. نوبلي با سو رانديفو، لا تنسي هذا الموعد. كلمة رونديفو يعني موعد. وي بيان سير، اوكي بكل تأكيد. انا لي سيت انونس، انا تقرأ لي. الاي تي ده فيرب لير بس متصرف، لير يعني يقرأ، متصرف مع ال. انا لي سيت انونس، انا بتقرأ هذا الاعلان فين؟ دون زان ماجازان، في محل زي ما هي قالت هنا في الوثيقة. رقم 6 يا شباب، سودي في ليدي مود ايبور، هذا العرض لمين؟ للرجال فقط ولا الاطفال فقط ولا السيدات فقط ولا كل الناس؟ طول الموند، كل الناس. انا اي مارين فونس سيدي في لي، انا ومارين يذهبون الى هذا العرض. الساعه كام؟ الساعه 20 يعني الساعه 8 مساء. مارين فابورتي، مارين سوف ترتدي فستان. بعد كده يا شباب سؤال الموقف، اول موقف بيقول ايه؟ دون بريسيبا، انت لا تعجب بالزي بتاع صديقك، لا تستحسن يعني مش عاجبك. ماذا انت تقول؟ سينيل، هذا وحش، وسا مش، هذا سيء. تو بارلي دي فيتير بروجي، انت تتكلم عن مشاريعك المستقبليه. بوندو لويكون، اثناء يوم العطله، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ جوفي فير لي بوتيك، انا سوف اتسوق. و جوفي مي برومني دال لي جوردان، وسوف اذهب اتنزه في الحدائق. طبعا هنا مشاريعك المستقبليه، يبقى لازم يبقى زمن مستقبل زي ما احنا حضرنا الجملتين دول. بعد كده يا شباب سؤال القواعد، نو نوات فير، نو زالو فير، نو فيزو رولي فير. رولي بتاخد معاها حرف الجر دو، فير دو رولي. جو نوات فيتي مون انفرسير، جو انا ايه؟ مع الجو فيرب فولوار بيبقى جو فو اخره اكس، دوما يعني غدا يعني مستقبل، يبقى اللي زائد المصدر. نو نو زالو بارتير، نحن سوف نغادر الى الاسكندريه. رقم 15 يا شباب، فو نواد فينير افيك نو، فو نواد فينير افيك نو، هيبقى فو ايه؟ هنا فينير يعني ياتي معانا. فو فو بوفي، حضرتك تستطيع ان تاتي معانا. فو بوفي فينير افيك نو، مش هينفع فو ات ولا فو فيت. ات يعني يكون، وفيت يعني يفعل، وافي يعني عنده. جادور سي ساندال، انا بعشق هذا الساندال. جوبو نوات اشتي دوما، جوبو ليز اشتي، اخد ال او اس عشان ساندال جامع. واحد يقول لي ده الفعل بيبدا بمتحرك فاخد ال ابوستروف، اقول له غلط. ليه؟ عشان اصلا انت تاخد ال او اس، مش هتاخد لو ولا لا. ال او اس لو الفعل جاي بعدها بيبدا بمتحرك برضه ادناه ال او اس، تمام؟ اللو والله بس هما اللي بيتحولوا الا ابوستروف لو الفعل بيبدا بمتحرك. كومبيان كوت نوات شيميزيه، شيميزيه يعني بلوزه، وهي كلمه مفرد مذكر تاخد سو. جو نوات ميلي ند سولي، ميلي ند سولي يعني نظاره الشمس. والجو هتقول ايه؟ جو برون، انا اخذ، وهو الفعل الوحيد اللي متصرف مع الجو، الباقي مع التو والال. بعد كده يا شباب سؤال الايه؟ سؤال الايميل،
طيب سؤال اليمين اللي عندي بيقول: سالو جون، مرحبا يا جون، كنت فا اورجانيزي طافيت دانفرسير، متى انت سوف تنظم طافيت انفرسير، يعني حفلة عيد ميلادك؟ ماشي، او تو فا، اين انت سوف تنظم هذه الحفلة؟ ايه كيسكو تو فا بورتي، وماذا انت سوف ترتدي؟ ابليس، الى اللقاء. اول سؤال هنجاوب عليه ازاي؟ بيقول لك متى انت سوف تنظم الحفلة. هقول، هاخد برضو ضمير الفاعل والفعل بتاع الجملة وهحولهم الى جو، هقول جو في اورجانيزي ما فيت دانفرسير مثلا لو فوندردي، يعني يوم الجمعة. طيب تاني سؤال، اين انت سوف تنظم؟ هقول جو في اورجانيزي سيت فيت شي موا، يعني عندي، او اوكليب في النادي، اللي انت عايز تكتبه اكتبه. كيسك تو فا بورتي، ماذا انت سوف ترتدي؟ هقول جو في بورتي مثلا ان جين اي ان تي شيرت، بنطلون جينز وتيشيرت، وفي الاخر اقول ابليس برضو. بعد كده سؤال السوجي، الموضوع، بارلي دو لا فيت دي تونكوبا، اتكلم، بارلي يعني اتكلم، دو لا فيت عن حفلة صديقك، الاوكازيو يعني المناسبة، واللوك اللبس اللي الناس لابساه. تمام، يعني هتقول مثلا صديق هيعمل حفلة عيد ميلاد، و يعني هيعمل حفلة بمناسبة عيد ميلاده، واحنا هنلبس كذا وكذا وكذا، واخويا صديقه الفلاني هيلبس كذا وانا هلبس كذا وكده يعني، وهنزل لك اجابته ان شاء الله حالا. الامتحان التاني يا شباب، مارتين بتقول ايه؟ سالونا تالي او اون فا الي سو سوار، اين نحن سوف نذهب هذا المساء؟ بونجور اون دوت الي او كونسير، نحن نستطيع ان نذهب الى الاحتفال. ستين بوني دي، انها على فكره رائعه. كيسكو تو فا متر، هتلبسي ايه؟ ما روب نوار ابواب لون، هلبس الفستان الاسود بتاعي اللي منقط بابيض. اتوا وانتي، قالت لها مواسي، انا ايضا جوفي بورتي ما نوفيل روب، انا سوف ارتدي الفستان الجديد بتاعي. كالي ساكولير، هو لونه ايه؟ الي بلو اون سوا، هو ازرق من الحرير. اي جوفي بورتي ان كوليه، وانا سوف ارتدي عقد، اي دي بوكل دوغي، وحلق. موا، انا جو نيم با الاكسسوار، انا مش بحب الاكسسوارات، لكن مي جو في متر دي شوسير اتالو، انا هلبس جزمه بكعب. طيب اول سؤال بيقول ايه يا شباب؟ اول سؤال بيقول سيسوار ناتالي اي مارتين فون الي او كونسير، هيروحوا الى الكونسير. ناتالي فا متر، سوف ترتدي ايه؟ شوسير اتالو، جزمه بكعب. مارتين اي ناتالي دي كريف، بيوصفوا ايه؟ الزي بتاعهم. مارتين فان متر ان روب بلو بلو ابوا بلو، يعني ازرق منقط ابيض. بعد كده شباب الوثيقة الثانية، الوثيقة الثانية بتقول ايه يا شباب؟ بتقول عبارة عن ايميل من اليس الى لويس، والموضوع بروجي، يعني المشاريع القادمة، يعني هيعملوا ايه في المستقبل. جاي بكو ديكور ست سومين، انا عندي حصص كتير، انا عندي حصص كتير، كور يعني حصص، هذا الاسبوع. لو سوار، مساء، جو في ريستي على ميزو، انا هقعد في البيت. ريستي يعني يبقى او يظل، انا سوف اظل في البيت. كار، لان، جو سوي فاتيجي، انا تعبان. جو في لير، انا هقرا، او ريجاردي لاتيلي، او هشاهد التلفزيون. ما سير نيكول، اختي نيكول، اي افيك موا باريس، معايا في باريس. الفيس زيتيد اوليسي، هي بتعمل دراساتها في المدرسه. لو ويكوند بروشا، اليوم العطله القادم. اون فا فيزيتي ليون، نحن سوف نزور ليون. اون فا بروندر لو دي جيني، نحن سوف ناخذ لو دي جيني، يعني الغداء. دون زان راستيرو، في مطعم. لو سوار، مساء، اون فا اسيستي ان كوميدي او تياتر، نحن سوف نحضر مسرحيه كوميديه في المسرح. رقم خمسة يا شباب، لويكوند بروشا، يوم العطلة القادم. أليس فا بروندر لو دي جيني، أليس سوف تتناول الغداء أو ريسترو في المطعم. لويكوند بروشا أليس ونيكول فون ألي، يوم العطلة القادم أليس ونيكول سوف يذهبون أو تياتر، في إلى المسرح. أليس إي فاتيجي بارسيكيل، أليس تكون تعبانة بارسيكيل، لأنها عندها كثيرا من الحصص. أ بكو ديكور، نيكول اي باريس، نيكول في باريس، بور ايه؟ بور اتديه، عشان تذاكر، عشان تدرس. بعد كده يا شباب سؤال المواقف، اول سؤال بيقول تونا ميت دوموند بوركوا تو فا او سنتر فيل، صديقك بيسالك لماذا انت تذهب الى وسط المدينه. كيسكو تدي، ماذا انت تقول؟ بور اشتي دي نوفو فيتمو،
عشان اشتري هدوم جديده، وبور في البوتيك عشان اتسوق. تو دوموندا تو ناميسي بروجيبون دو لويكون، انت بتسال صديقك عن مشاريعه المستقبليه. سي بروجيبون دو لويكون كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ تو فا فير كوا، انت سوف تفعل ماذا في يوم العطله؟ و لويكوند كو تو فا فير، ماذا انت سوف تفعل؟ بعد كده شباب سؤال القواعد بيقول تو ال ني في با نوت دي تينيس اجوردوي. طبعا هنا زمن اللي متصرف وهيجي بعده الفعل فين يا شباب؟ ميل في المصدر يبقى فير. جادمير، انا اعجب بهذا الفستان. جوفين نوت بروندر، انا سوف اخذه. الفستان مفرد مؤنث يبقى لا. كيسكو تو نوت على فيديت انفرسير، كيسكو تو مي، ماذا انت ترتدي في حفله عيد ميلادك؟ تو نوت مي، تو نوت مي بريتي تون سي دي تو بو، انت تستطيع ان تسلفني السي دي بتاعك؟ كم 15 يا شباب. نوت تو ني بريفير تو، زي انت تفضل. هقول ايه؟ هقول كيل تو ني، اي زي انت تفضل. سيلين ان روب روج اكارو، كلمة كارو كلمة جمع مذكر تاخد صفة جمع مذكر. نو نوزا بيلون وات على مود، على الموضة، نحن نلبس على الموضة. انوراك، انوراك ده كلمة مفرد مذكر تبدأ بحرف متحرك تاخد ست. بعد كده شباب سؤال الايميل، اكالير تو، اكالير فا تو الي اوكليب فا تو. هنا شباب مقدم الفعل على الفاعل، يعني هي كان اصلها تو فا، تمام؟ اكالير فا تو الي، انت سوف تذهب الى النادي في اي ساعة؟ كلفت موتي فابورتي، اي ملابس انت سوف ترتدي؟ اي كل اكسسوار تو فا متر، واي اكسسوارات انت سوف ترتدي؟ ابليس، الى اللقاء. في اي ساعة انت تذهب الى النادي؟ هقول جوفي الي او كليب ا ويتير، بروح الساعة 8. والملابس اللي انا بلبسها هقول جو بوخت ان شورت اي ان تيشيرت، يعني شورت وتيشيرت. كلف اكسسوار تو فا متر، بتلبس ايه كاكسسوارات؟ هقول جوفي متر ان شابو اي دي باسكي، يعني هلبس شابو قبعه وباسكي اللي هو الحذاء الرياضي. الموضوع اللي عندي يا شباب بيقول بارلي تو لوك ديف دو دي تيكو با، اتكلم عن المظهر بتاع اتنين من اصدقائك. التني اللي هو اللبس، والاوكازيو المناسبه، تمام يا شباب؟ يعني هتقول مثلا صديقه فلان بيلبس كذا وكذا وكذا وبمناسبه كذا، او هو رايح كذا، وصديق فلان بيلبس كذا وكذا وهو رايح كذا، وهنزل لك ان شاء الله اجابته دلوقتي. بعد كده شباب الامتحان الثالث اللي هو خاص بطلاب المعاهد الازهريه. لوسيل بتقول ايه؟ ماما اون ا بيزوان دي توا، انا نحن في حاجه اليك. بور ليفيت مو دي لا بيس دي تياتر، للملابس بتاعت المسرحيه، بتاعت بيس دي تياتر المسرحيه. قولي سي في المدرسة. اسكو تو ا اون كور لو شابون، هل اسكو يعني هل، تو ا انت لديك، اون كور ما زلت لديك، يعني لو شابو القبعة بتاعت جدي دي مون جراند بير. قالت لهم جو كرواكو، انا اعتقد ان الي دون لارموار، اعتقد ان هي في الدولاب. الفو اوسي ان روب لونج، ويلزم الفو يعني يلزم، اوسي ايضا ان روب لونج فستان طويل. تو اسا انت معاكي هذا، طبعا صديقة تعيد على الفستان. قالت لها وي جي ان روب روز تريجولي، انا عندي فستان وردي جميل جدا. جي اوسي دي جون بلون، وعندي ايضا اوسي يعني ايضا جوانتيات بيضة. ان بوتي ساك اون كوير، وشنطة من الجلد صغيرة. اي ان لارج سنتير فيوليت، وحزام واسع بنفسجي. لوسيل قالت لا سوبر، رائع. تو سي انت عارفه كريستوف اسلمو ان كرافات، كريستوف معاها فقط كرافات. ان شميز وقميص ابيض بلونش، اي ان بنطلون جري فونسي، وبنطلون رمادي فاتح غامق، فونسي غامق. مي لكن ان تروف بادي فيزيت ان بو انسيان، هو لا يجد فيست قديم شويه. تو اون كور ان فيل فيست، انت برضو معاكي فيست قديم شويه. ديمون جراند بير بتاع جدي. وي مي الي بيج اي بانوار، لكن هو يكون طبعا ال ده عايد على الفيست بيج
وليس اسود؟ اول سؤال يا شباب، اول سؤال يا شباب بيقول لوسيل شيرش، لوسيل بتبحث عن ايه يا شباب؟ هي بتبحث عن فيست قديمه شباب، يبقى ملابس انسيان. لو جراند بير دي لوسيل ان فيست، جد لوسيل عنده فيست لونه ايه؟ لونه بيج. لوسيل شيرشي ان روب لونج، بتبحث عن فستان طويل. كريستوف فا متر اون بنطلون جري كلير، يعني سوف يرتدي بنطلون رصاصي فاتح، لا فونسي غامق. لامير دي لوسيل ان سيكون كوير، عندها شنطة من الجلد فري. لوسيل اي كريستوف فون جوي سوف يلعبون او سوف يمثلون دانزين بيس دي تياتر في مسرحية فري. المواقف، اول موقف بيقول تو دوموند ا تامير، انت بتسال والدتك لا برميسيو دالي شيتون كوبا، الاذن للذهاب عند صديقك، هتقول لها ايه؟ جيبو الي شيتيو، استطيع ان اذهب الى تيو لو سمحت حضرتك. تو دوموند ا نامي سو كلمي بور فير دي سبور، انت بتسال صديقك ماذا هو يرتدي لكي يلعب رياضه، هيلبس ترينج وكوتشي رياضي. رقم 3 يا شباب، توفا تو في دو شوبينج دو دي، يعني انت بتتسوق، انت هتقول ايه؟ هتقول جو في اشتي ان بريزو، انا سوف اشتري جاكيت. تو بارل دان اكسسوار تو دي، انت بتتكلم عن اكسسوار، انت هتقول ايه؟ جادور سو براسيلي، انا بعشق هذه الحظاظه. جو بريفير لي شورت نوت جين، جين ده بنطلون جينز هو مد خام ياخد اون. ستجيب اتري، هذه الجيبه تكون ايه؟ الجيبه دي مفرد مؤنث، تاخد صفه مفرد مؤنث، دي مذكر ودي مذكر، يبقى مش الاي بتاعتها من اصل الكلمه، الاي الاخيره دي من اصل الكلمه. طيب وبتنفع مؤنث وبتنفع مذكر، لكن ده عشان تبقى مؤنث بيتحط لها او كمان، وده عشان تبقى مؤنث بيتحط لها او كمان. سيت انوراك كومو تو لو تو كومو تو نو تروف، كومو تو لو تروف عشان هو مفرد مذكر، كيف انت تجده. تو نو مي بريتي تا فيست، انت تستطيع ان تسلفني الجاكيت بتاعك، يبقى تو دو اخرها اكس. مون فرير ناج نوات بيا، ناج نوات بيا، ناج يعني بيعوم كويس جدا، هقول تريبيا. تو نوات ايد افير لي ديفوار، انت تساعدني في عمل الواجبات. تو ميد، تو ميد انت تساعدني. بعد كده يا شباب سؤال الايميل بيقول كيل تو نيد تو بريفير وبوركوا، اي زي انت تفضل ولماذا؟ هقول مثلا جو بريفير جو بريفير لو جين، البنطلون الجينز، اي لو تيشيرت والتيشيرت. بوركوا بارسو كيل سون بريتيك، لانهم عمليين. تاني واحد بيقول يا شباب اعمل واحد من الاثنين الموضوع دول، هنا بيقول هناخد التاني، ماذا انا هترجم الاثنين واحل واحد فيهم. تو فا لا بوتيك، انت رايح البوتيك بور اشتي دي فيتمو، لكي تبحث او لكي تشتري ملابس، اوصف الملابس اللي انت هتشتريها ومديك كلمه سوا يعني حرير وشميز يعني قميص. تاني واحد بيقول لك تكلم عن ماذا اصدقائك يرتدون في الحفله، ايه اللي اصدقائك لابسينه في الحفله، وهنا مديك جون وتيشيرت، وهنزل لك اجابته ان شاء الله دلوقتي. ندي بقى يا شباب للامتحان بتاع الوحده بالكامل، خلصنا الحمد لله الوحده الثالثه بالكامل، هنعمل بقى امتحان شامل عليها. اول حاجه في الامتحان الوثيقه وبتقول سيليبري لي فيستيفيتي ديمونش لاندي ماردي، ايه الاحتفال بالمهرجانات يوم الاحد والاثنين والثلاث. ديس اونز اي 12 فيفرير، 10 و11 و12 فبراير. كارنفال دي لا مارتينيك، مهرجان مارتينيك، توت لا جورني، طول النهار. اتيلي دي جيزمون جراتوي بور انفو، يعني اتيلي تنكر مجاني للاطفال، واتيلي ملابس واكسسوارات، واتيلي جاتو وبيتزا. ماردي ا 14 اير، يوم الثلاث الساعة 14، جران ديفيلي يعني عرض كبير. فيني تعالوا، نومبرو اي ديجيزي تعالوا كتير ومتنكرين. اول سؤال بيقول ايه سون جراتوي بور لي زنفو، ايه اللي مجاني بالنسبه للاطفال الاتيلي بتاع الديجيزمو، يبقى بي. اون فا سيليبري سي فيستيفال، يعني نحن سوف نحتفل بهذا المهرجان كام يوم، 3 ايام يبقى 3 جور. لو جراند ديفيلي اي ماردي، يعني جراند الافتتاح الكبير او المعرض الكبير
او العرض الكبير يوم الثلاث الساعة 14، يعني الساعة 2 يبقى و14 اير 14. سوكر نافالفا اتر، يعني هذا المهرجان سوف يكون في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف؟ طبعا هو في شهر فبراير، يناير فبراير، يبقى في شهر الشتاء، يبقى اون ايفي. الوثيقة التانية يا شباب بتقول كيسكو فو زالي اشتي، ماذا انتم سوف تشترون بمناسبة حفلة بمناسبة عيد الام، لا فيت دي مير، حفلة عيد الام. تمام يا شباب، ماذا انتم سوف تشترون بمناسبة عيد الام، لا فيت دي مير يعني عيد الام. طيب سيسيل ولوسي بتقول، سيسيل لويس بتقول مامون ايم بكو لي اكسسوار، والدتي بتحب قوي الاكسسوارات بورسلا، ولذلك جو في اشتي ان بيل باج، انا سوف اشتري خاتم جميل. لوسي انطوان بتقول جو في اشتي ان بيل روب دي سواري ا لا مود، انا سوف اشتري فستان جميل، فستان سهره جميل على الموضه، دونزين بوتيك دي مارك مونديال، من محل ملابس بيبيع ماركات عالميه. مارتين بيير بتقول جو في ابورتي، انا سوف احضر ان بيل فلير، ورده جميله دو جاردا دي لا ميزو، من حديقه المنزل. والله ما قصرتي. هتجيب ورده وتكتفي بالموضوع على كده، والله احلى حاجه، جميل جدا الورد. لا مير دو نوات ايم بكود ليسيسوار، يعني ام مين بتحب الاكسسوارات؟ ام سيسيل، يبقى سيسيل. يقول لك جودي لا في الدمير لوسيفا اوفرير نوت ا سامير، بمناسبة عيد الام لوسي هتقدم ايه لوالدتها؟ لوسي اهي هتقدم فستان سهرة، يبقى روب دي سواري. بيير ايه نوت دي مارتين، بيير يبقى والد مارتين، يبقى لوبير. سيفي بارل، هؤلاء البنات بيتكلموا عن ايه يا شباب؟ بيتكلموا عن الكادو، الهدايا بتاعت عيد الام. بعد كده يا شباب سؤال المواقف، تو فوي سيء ان شيميز، انت تريد ان تقيس قميص، كيسكو تو دي او فوندير، ماذا انت تقول الى البائع؟ هتقول له ايه؟ وي لا كابين دي سياج، يعني اين كابينة القياس؟ وهتقول له ايه تاني؟ هتقول له جيبوي سيء لي دو، ممكن اقيس الاثنين. تونامي تو دومون، صديقك بيسألك تونافي سيرسون لوك، عن رأيك حول اللوك بتاعه، ماذا انت تقول؟ هتقول له ايه؟ هيسألك عن رأيك وانت اللي هتقول او سي دي مودي، هذا مش على الموضة. وهتقول له ايه تاني؟ او سي تان نوفو لوك بورتوا، انه لوك جديد بالنسبة لك. نيجي بقى يا شباب لسؤال القواعد، مش وشير سون نوات لاسي، كلمة لاسي يعني برباط وبتاخد حرف الجر اه ثابت. سوبر زو اي نوت اوريجينال، اوريجينال دي صفة يا شباب وبتاخد تري، الصفة بيجي قبلها تري. جونيمبا نوت كولير، كلمة كولير مفرد مؤنث فتاخد ست. الأشيد دي روب، هي بتشتري فساتين ايه؟ عايز اختار صفة لكلمة فساتين، فساتين كلمة جمع مؤنث، عايز الله صفة جمع مؤنث. عندي كلمة اورانج بتمشي مع كل الحالات، مؤنث مذكر مفرد جمع. نو ميتو تو بو، ايل السياسي في تمو، هتبقى ايل فو، هما سوف يقيسوا الملابس. سوسي بريفتمو ايه نوع كوتون، كوتون ده مادة خام بياخد اون. نيجي لسؤال الايميل يا شباب، سؤال الايميل بيقول ايه؟ تو فا اسيستي ان فيت انيفرسير افيك كي فا تو الي، انت سوف تحضر حفلة عيد ميلاد. افيك كي مع مين؟ فا تو الي، انت سوف تذهب، هتروح مع مين الحفلة؟ سهل خالص، هتقول جو في الا فيت افيك مون امي علي، هروح الحفلة مع صديقي علي. كيل فيت مو فا بورتي، اي ملابس انت سوف ترتدي؟ هقول جوفي بورتي ان جين اي ان تيشيرت. اي كل اكسسوار تو فاميت، واي اكسسوارات انت هترتدي؟ هقول جوفي بورتي ان شابو اي ان سونتير، حزام وطاقيه. تمام، لازم يا شباب اكون مجهز نفسي ان انا ابقى عارف على الاقل اكتب جمله انا هلبس ايه كملابس وهلبس ايه كاكسسوارات. ده سؤال في الايميل اساسي، هتلاحظوا ان هو اتكرر في الامتحانات كلها بتاعتنا اللي احنا حليناها النهارده. بيقول لي اكتب من 25 30 كلمة، هيقول لي ديكري اوصف لو لوك، اللوك دي جون بتاع الشباب النهارده، وجردوي يعني اليوم، اوصف اللوك بتاع الشباب النهارده من ناحية الاكسسوارات والملابس. هتقول بقى ايه الشباب بيلبس ايه كاكسسوارات وكملابس وكلام من ده، وهنزل لك اجابته ان شاء الله دلوقتي.
بكده يا شباب الحمد لله نكون خلصنا حل 3 امتحانات على الدرس الثالث، وامتحان شامل على الوحدة الثالثة من الدرس، على الوحدة الثالثة بالكامل. كده الحمد لله خلصنا نص المنهج بتاع الترم الثاني. اتمنى يا شباب ان انتم تكونوا استفدتم، ولو استفدتم شير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد، فتدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.